خليكم يا اخي. خليني فوت. يلا أويس، يلا رح عدل ثلاثة ورح أويس على راسك إذا ما أوصلت. واحد، اثنين، ثلاثة. ابن خالتي خليني اعرفك، سيد سامي. سيد سامي، بحب اعرفك. سيد فرهاد، هي سيد سامي. بظن ما كان في داعي لكل هاد يا سيد سامي. طلع حواليك هون صار مثل المقبره. لو كنا قعدنا وحكينا مو كان احسن؟ انسى. اسمعني، أول شيء راح نشارك بهديك المناقصة نفسها ويربح اللي بيستاهل، وتاني شيء راسك محله ما بتشغله وإلا أنا راح شلك يا. بظن هيك نحن تفاهمنا على كل شيء وما راح نختلف. سمعتني منيح ما هيك يا وسخ؟ فهمت علي؟ فهمت علي يا تافه؟ ايه فهمت. ماشي منيح. خلينا نروح عابدين. رح خليك تندم كتير لأنك ما قتلتني يا سيد فرهاد. كتير رح تندم. اسمعوني، الواضح إنه السيد سامي ما رح يسكت. لازم ننتبه. هاي الضربة اللي أكلها كانت صعبة، أكيد ما رح يمرقها بهالبساطة. هاي الشغلة عندك بالأخير فرهاد. أخي قلي وين مرتك؟ إذا هي بالمشفى روح لعندها. ما لهم. شو قلت؟ كيف يعني؟ راحت. شو يعني راحت أخي؟ لوين؟ لا تسألني أي شيء يا عبدو، ما بدي أي سؤال عن الدكتورة. ما لهم، خلص راحت، انتهينا.